أنت تقي بمنخرطيها الأوفياء وبالجمعيات التي تقاسمها نفس النشاط والهواية. تقريبا أكثر من 30 جمعية تتلعب تحت لواء عصبة الغرب، تيكونوا سباقات مشتركة، وفي نهاية كل موسم جل الجمعيات تقريبا تيقوموا بالحفل النهائي ديالهم اللي هو حفل توزيع الجوائز على الأبطال الفائزين ديالهم. اليوم عندنا الحفل ديال الجمعية الرباطية، كاين عدد من الأبطال اللي هما تبارك الله كما تنقولوا حنا هازين درابكو لهذه الهواية هذه. دونك ما يمكنليش نسردهم كاملين باش ما ننساش شي حد ولا شي حاجة، وإنما الحمد لله عندنا أبطال اللي هما في المستوى. الرباط يبقى بين حال الجمعية لها تاريخ عريق ولا أبطال كذلك، ومن هذا المنبر نقول لهم ألف مبروك لجميع الفائزين، وحد سعيد وهذا الحفل لا يجمع إلا تتويج لمجهودات هؤلاء الأبطال.